الداعية وطالب العلم الناس بحاجة إليه في مثل هذا الزمن، مو في حال السعة، في حال السعة وفي حال السلامة كل آمن كل سالم، لكن في مثل حال الفتن وحال الضيق لا يختلف الحال. ولذلك إذا والله مثلا انساق مع من ينساق من أهل الرغبات والشهوات وما شابه ذلك، إذا ما الفرق؟ هذا تمحيص، فلا بد أن يكون لك أثر، أنت لست كغيرك، لا لست كغيرك. ونحن في هذا الزمن والله إن الأمانة أعظم وأعظم وأعظم على طلاب العلم أكثر من أي زمن مضى. أدركنا هذا قبل 10 سنوات وقبل 20 سنة، والآن يختلف الحال، لأنك ترى آراء شاذة، آراء فيها إلحاد واضح وظاهر من الملحدين والعلمانيين وغيرهم، ترى إقبالا على المال، ترى تشجيعا لرؤية بعض القنوات من أجل ماذا؟ من أجل شهرة ومن أجل حب المال. لماذا الآن بعض التغريدات الآن تأتي مخالفة، مخالفة صريحة، والله أي إنسان لا ينكرها وهو من أهل الخير أنا أقول أنه ليس من أهل الخير. لما؟ لأنها واضحة، واضحة البطلان، ما تحتاج إلى مفتي ولا كلام عالم ولا طالب علم، ما تحتاج. لكن أحيانا كل ما مثلا والله مضى أسبوعان 3 أسابيع شهر أتتنا تغريدة، الناس هادئون وإذا بشيء يأتي ويحرك. لما؟ أمن أجل والله مثلا أكسب لي أعداد هائلة من المتابعين، ليكثر المتابعون ليزدادوا إثما، تزداد إثم لن ينفعوا،